الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال حديثنا في باب نادر في حال الغيبة الحديث الثالث المروي عن امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام يقول امير المؤمنين في ضمن هذا الحديث ولا يضل اولياؤك بعد اذ هديتهم بل اين هم وكم اولئك الاقلون عددا والاعظمون عند الله جل ذكره قدرا المتبعون لقاده الدين الأئمة الهادين الذين يتأدبون بآدابهم وينهجون نهجهم، فعند ذلك يهجم بهم العلم على حقيقة الإيمان، فتستجيب أرواحهم لقادة العلم، ويستلينون من حديثهم ما استوعر على غيرهم، ويأنسون بما استوحش منه المكذبون وأباه المسرفون. إلى آخر الحديث الشريف. في المقطع الأول الذي تلوناه في الحلقات الماضية، يذكر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن الأرض لا تخلو من حجة، إما ظاهر مشهور أو خائف مغمور غائب. بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع الذي تلوناه وما بعده يذكر حال المؤمنين في زمان الغيبه يقول يخاطب الرب سبحانه وتعالى بان الله سبحانه وتعالى لا يضل اولياءه يعني الغيبه لا تكون سببا لاضلال الاولياء لان الله سبحانه وتعالى لا يضل الناس بعد اذ هداهم كما قال في سوره التوبه وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يعني اذا الانسان اهتدى فالله سبحانه وتعالى يزيده هدايه لا انه يضله قال سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فإذا الله سبحانه وتعالى لا يعمل عملا ولا يقدر تقديرا يكون ذلك العمل وذلك التقدير سببا لإضلال المهتدين فإذا الغيبة لا تكون سببا للإضلال وإنما يظل من ظل بسوء اختياره بسوء عمله فالذين يظلون الله سبحانه وتعالى يظلهم بسوء اختيارهم كذلك يظل الله من هو مسرف مرتاب هو مسرف مرتاب الله سبحانه وتعالى يظله، يعني يتركه إلى أن يظل، لأنه لا تمكن الهداية إلا بتوفيق من الله، فإذا الله ترك إنسانًا هذا الإنسان يظل، لماذا الله يتركه حتى يظل؟ بسوء اختياره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، هو فاسق. فالله لا, يهدي. لا يهديه إن الله لا يهدي القوم الظالمين هو ظالم الله سبحانه وتعالى لا يهديه فإذا الله سبحانه وتعالى إذا هدى إنسان لا يكون الله سببا لإضلاله بعمل نعم الله سبحانه وتعالى يمتحنه هذا الإنسان قد بسوء اختياره يرفض الهدايه فاذا رفض الهدايه الله سبحانه وتعالى قد يتركه وشانه فيظل كالذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض بلعم ابن باعوره هذا الشخص آتاه الله آياته، لكن هو بسوء اختياره فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لكن بسوء اختياره ماذا صنع؟ لكنه اخلد الى الارض، واتبع هواه، فاذا الغيبه ليست سببا للضلال وقد تلونا في احاديث ماضيه انه لو كانت الغيبه سببا للضلال الله سبحانه وتعالى ما كان يقدرها لان الله لا يضل المؤمنين لا يضل المهتدين لذا هنا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول ولا يظل اولياءك يخاطب الله سبحانه وتعالى بعد اذ هديتهم لكن دائما اولياء الله اقليه واكثرهم للحق كارهون الا قليلا وقليل من عبادي الشكور اولياء الله دائما اقليه لا لخلل في الهدايه ولكن بسبب ان الناس يتبعون الهوى يتبعون الشهوات يعلمون أن هذا الطريق طريق باطل ولكن لأنه حلية الدنيا في أعينهم يذهبون في طريق الباطل فلذا أمير المؤمنين في هذا الحديث يقول بل أين هم وكم أين أولياء الله وكم عددهم حتى واحد لا يتصور أن أولياء الله كثيرون لا اولياء الله قليلون اولئك الاقلون عددا لان الانسان يقاوم شهواته واهواءه هذا القليل من الناس اكثر الناس يعلمون الحق لكن لا يتبعونه لماذا لانهم يحبون ان يتبعوا شهواتهم اولئك الاقلون عددا. لكن قله عددهم لا يضر، لان الله سبحانه وتعالى يعظم اجرهم، والاعظمون عند الله عز وجل جل ذكره قدرا، قدرهم عند الله عظيم، يعني الله سبحانه وتعالى عظم منزلتهم. اولياء الله قدرهم عظيم جدا. يمكن الناس ما يهتمون بهم يمكن الناس يستهزئون بهم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يمكن لكن استهزاء الناس بهم إعراض الناس عنهم هذا لا يقلل من قدرهم الواقعي المهم أنهم عند الله سبحانه وتعالى قدرهم عظيم هذا هو المهم، اما عند الناس يكون قدره عظيم او ما يكون قدره عظيم، هذا لا يهم. نبي الله صالح عليه السلام وعلى نبينا واله الصلاه والسلام. نبي الله صالح في قوم ثمود كان هو وقليل من المؤمنين معه. هذا ما قلل قدره عند الله سبحانه وتعالى لسه استهزأوا به خلي يستهزئون به أنكروا نبوته فلينكروا اتهموه بالجنون أن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بالسوء ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز مو مهم المهم أن يكون عند الله منزلته رفيعة لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. زين شنو صفات هؤلاء؟ كيف اصبحوا اولياء الله؟ كل انسان يمكن ان يكون من اولياء الله. الدين ليس خاصا بجمع دون جمع. ليس هناك عند الله سبحانه وتعالى بالنسبه الى عامه الناس شعب الله المختار ماكو هذا الشيء اي انسان من اي عرق في اي بيئه في اي زمان في اي مكان يمكن ان يكون من اولياء الله كيف بعمله ما هو الذي ما هو العمل الذي سبب ان يكون هؤلاء اولياء الله يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: المتبعون لقادة الدين الأئمة الهادين، هذا الشرط الأول. تتبع الأئمة، لأن الأئمة هم يتبعون الرسول صلى الله عليه واله، والرسول كلامه وعمله إن هو إلا وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى في حديث الثقلين المشهور المتواتر بين الفريقين ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إذا واحد تمسك بالعترة شنو يعني التمسك بالعترة أن يعتقد بهم وأن يتبعهم هذا هو التمسك، إذا ما يعتقد بهم هذا مو تمسك، إذا لا يتبعهم هذا ليس تمسكا. المتبعون لقادة الدين، من هم قادة الدين؟ الأئمة الهادين، لأن الأئمة قسمين، أكو أئمة يهدون إلى النار. هؤلاء أئمة الضلالة. وأكو أئمة يدعون الى الله سبحانه وتعالى وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا لذا يقول الائمه الهادين زين شنو معنى اتباع الائمه الهادين يقول الذين يتادبون بأدابهم وينهجون نهجهم يعني اخلاقهم اخلاق الائمه عملهم عمل الائمه في الاخلاق وفي المنهج لان الدين شنو هو الدين ثلاثه امور اعتقاد وعمل واخلاق الاعتقاد يعني ان يعتقد الانسان بالله سبحانه وتعالى وبالرسول وبالائمه وبالمعاد اعتقادا صحيحا هذا الركن الاول الركن الثاني الاخلاق ان يتخلق باخلاقهم. الركن الثالث العمل بما يشمل الاقوال الذين يتادبون بادابهم وينهجون نهجهم يعني يسيرون في الطريق الذي سار فيه على الائمه عليهم الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه واله يقول لعمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه. ما معناه إذا رأيت الناس يسلكون وادياً، ورأيت علي بن أبي طالب يسلك وادياً آخر، فاسلك الوادي الذي يسلكه علي بن أبي طالب، ليش؟ لأنه هادي مهدي، إن تولوا علياً تجدوه هادياً مهدياً، زين، الإنسان إذا عمل هذا العمل، يعني اتبع الأئمة في أخلاقه وفي عمله فعند ذلك يهجم بهم العلم على حقيقه الايمان هذا العلم الذي استتبع عملا هذا يسبب تدفق الايمان في قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم لان الايمان ايضا درجات ويمكن للإنسان أن يكون مؤمناً لكن بالعمل الصالح وبالعلم النافع يزيد إيمانه، فعند ذلك يهجم بهم العلم على حقيقة الإيمان، هنا يهجم يعني يتدفق العلم يتدفق في قلوبهم بحيث أنه يعرف الإيمان على حقيقته، إيه. اكو ناس مؤمنون في الظاهر. الخوارج كانوا قراء قرآن. وحاربوا امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام بآية من القرآن. ان الحكم الا لله. هذا كان شعارهم. فقال فيهم امير المؤمنين: كلمة حق يراد بها باطل. ان الحكم الا لله. هذه آية قرآنية. لكن تفسيرهم للايه تفسيرا باطلا فارادوا بها باطلا وبذلك حاربوا امير المؤمنين عليه السلام الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه واله حربك حربي الذي يحارب عليا عليه السلام هذا يحارب رسول الله صلى الله عليه واله هذا ايمان مو ايمان حقيقي إيمان مستعار ظاهر مثل المنافقين المنافقون يشهدون بلسانهم لكن شهادة كاذبة ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن هؤلاء المتبعون الله سبحانه وتعالى يزيدهم هداية فعند ذلك يهجم بهم العلم على حقيقة الإيمان. زين النتيجة هؤلاء باتباعهم في الأخلاق والآداب للأئمة عليهم الصلاة والسلام. الله ينير قلوبهم بحقيقة الإيمان. فحين ذلك يتصفون بثلاثة صفات. بثلاث صفات. الصفة الأولى فتستجيب ارواحهم لقاده العلم يعني يسلمون في قلوبهم للائمه عليهم الصلاه والسلام وللرسول صلى الله عليه واله من قبلهم احيانا نشوف واحد مؤمن في الظاهر يصلي يصوم لا يرتكب المنكرات لكن قلبه الايمان فيه ضعيف بعض الاحكام لا يرتضيها بقلبه بعض الامور قلبه يتنفر منها هذا ايمان ناقص ولعل ذلك يسوقه الى الكفر او الى النفاق الله سبحانه وتعالى في سوره النساء يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الرسول إذا حكم بحكم سواء في قضاء أو في تشريع أو في قضية إدارية أو في أي شيء آخر. إذا حكم الرسول صلى الله عليه واله والإنسان وجد في قلبه حرج يعني عملا يتبع الرسول لكن وجد في قلبه حرجا من ذلك هذا ايمانه مو كامل ايمانه ناقص فلا وربك لا يؤمنون يعني اذا واحد كل واحد من عندنا الان يريد يشوف ايمانه كامل لو مو كامل يعرض يع على قلبه يعرض الاحكام الشرعيه يشوف قلبه راضي بها لو مو راضي؟ واحد يسهر عمله إلى منتصف الليل، الصبح يقوم لصلاة الصبح، مو أنه لا يقوم، يخلي ساعة منبه يوصي، يقوم بصعوبة لصلاة الصبح ويصليها عملا ملتزم، لكن في قلبه يقول له صلاة الصبح ما كانت واجبه كان أحسن، مثلا. او اذا لم يكن وقتها هذا الوقت كان احسن هذا قلب فيه حرج من هذا الحكم مراه تعيش في مجتمع كافر في مجتمع فاسق النساء سافرات هذه المراه محجبه ملتزمه لكن في قلبها اكو حرج من الحجاب هذه ايمانها ناقص وعلى الانسان اذا عرض الاحكام الشرعيه على قلبه ووجد في قلبه حرج من بعض الاحكام يحتاج الى تقويه الايمان ليعلم ان ايمانه فيه خلل لذا امير المؤمنين يقول ان هؤلاء بتادبهم باداب الائمه وبنهجهم منهجهم وبعلمهم تستجيب ارواحهم لقاده العلم هذا اولا. ثانيا: ويستلينون من حديثهم ما استوعر على غيرهم. احاديث الائمه عليهم الصلاه والسلام فيها صعب مستصعب مثل الاعمال مو العبادات فيها عبادات صعبه؟ الصوم في الصيف. 16 ساعه 17 ساعه في شده الحر واحد لازم يكف نفسه عن الاكل والشرب مثلا هذا صعب ولذا تشوف كثير من الناس يستصعبون ذلك فلا يصومون يلتزم بالصلاه في اوقاتها مو مره ومرتين طول ايام السنه وطول العمر هذا فيه صعوبة إذا شوف البعض يستصعبون فيتركون الصلاة وهكذا من الأحكام الشرعية الحديث الذي صدر عن الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام كذلك فيه أحاديث لا تنسجم مع أذواق بعض الناس لذلك بس ما شاف حديث ما انسجم ويا ذوقه يكذبه. لكن المؤمن لا لا يكذب حديثا وجده صعبا وجده مخالفا لذوقه ولذا امير المؤمنين يقول ويستلينون من حديثهم ما استوعر على غيرهم. هذا ثانيا يعني يقبلون أقوال الأئمة فقلوبهم مسلمة أقوال الأئمة يقبلونها ما طابق منها مع ذوقهم وما خالف ويستأنسون بما استوحش منه المكذبون وأباه المسرفون من الأعمال أحيانا نشوف البعض يكذب يقول لا هذا كلام ما صادر عن الرسول، هذا كلام ما صادر عن الإمام. هذا قسم من الناس، قسم آخر لا يقول أنه أخطأ والعياذ بالله. يكذب حديث الرسول صلى الله عليه وآله. لماذا يكذبه؟ لأنه يستوحش منه. يكذب حديث الأئمة لأنه يستوحش منه. في الآية الشريفة وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم هذا الكلام ما يقبله الرسول ذكر ما يقبله الرسول صلى الله عليه وآله في يوم غدير بأمر من الله بلغ أن الله سبحانه وتعالى نصب عليا أمير المؤمنين عليه السلام للامامه والخلافه من بعد الرسول صلى الله عليه واله الكثير من الناس رفض ذلك استوحش منه فكذب اما المؤمن لا ويانسون بما استوحش منه المكذبون واباه المسرفون هذه مرحلتان مرحله واحد يكذب مرحلة اخرى لا يكذب لكن لا يعمل نتاره واحد يكذب بالدين لا يقبل بالله سبحانه وتعالى ولا بالرسول ولا بالاسلام هذه مرحلة مرحلة اخرى لا واحد لا يكذب بالدين يصدق بالله وبالرسول وبالاسلام، لكن في العمل يكون فاسقا مثل كثير من فسقة المسلمين، هذا مسرف يعني اسرف على نفسه، يعني تجاوز الحد بالنسبة إلى نفسه، النفس الله سبحانه وتعالى يريد منها الطاعة. واحد لا يتعدى حدود الطاعة ويدخل إلى المعصية، لذا هنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول هؤلاء الذين تأدبوا بآداب الأئمة وانتهجوا نهجهم، فالله سبحانه وتعالى أنار قلوبهم بنور العلم، هؤلاء قلوبهم مصدقة، أقوال الأئمة الصعبة يقبلونها. لأن الناس أعداء ما جهلوا كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يجهل حقيقة فيعاديها هؤلاء لا ما دام الإمام قال يسلم ولا يكذب يأنس ولا يسرف يعمل ويستأنسون بما استوحش منه المكذبون وأباه المسرفون زين شنو هؤلاء شأنهم؟ يقول أولئك أتباع العلماء يعني أتباع الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأن العلماء الحقهم الأئمة غير الأئمة علمهم مشوب بالجهل يعني أنت الآن تشوف افرض مثلا في الأمثلة المادية أعظم الأطباء انت تساله انه انت تعرف كل المسائل يقول لا انا يعني علمي محدود بحدود تروح الى اعظم الفقهاء تقول انت تعلم كل شيء يقول لا انا خمسين سنه ستين سنه سبعين سنه صرفت وقتي في العلم فالله سبحانه وتعالى افاض عليه بعضا من العلم في المثل العلم يقول اعطني كلك اعطك بعضي فعلم سائر العلماء مشوب بالجهل. لكن علم الائمه عليهم الصلاه والسلام ليس مشوبا بالجهل، لان الله سبحانه وتعالى علم الرسول صلى الله عليه واله كل علم الشريعه. وايضا علمه خبر ما كان وما يكون وما هو كائن. والرسول صلى الله عليه واله نقل هذا العلم الى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب. ومن امير المؤمنين انتقل الى سار الائمه، فعلمهم ليس مشوبا بالجهل، لذا يقول امير المؤمنين اولئك هؤلاء الناس الموصوفون بالاوصاف المذكوره اتباع العلماء. ولهذه الخطبه ولهذا الحديث تتمه نتركه الى حلقه قادمه هذا واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين